السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل سوا شابتر الهيماتولوجي. معادنا النهاردة مع أول نوع من أنواع الأنميات وأشهر أنواع الأنميات مطلقا يا عزيزي، Iron Deficiency Anemia أو أنيميا نقص الحديد. حقيقة حاول وانت ماشي معايا تركز في إن أنا عايز أربط لك دايما الكلام ده بالكلينيكال عشان تبقى فاهم أهمية الكلام ده قوي، فتلاقي حفظه وإنك تفتكره بقى أسهل وأحسن إن شاء الله بالنسبة لك تجاوب في الامتحان صح وتجاوب أي حد في الحقيقة صح لو سألك سؤال من كده. شوف يا سيدي، إحنا هدفنا إيه يا سيدي هنا؟ هدفنا حاجتين. الحاجة الأولانية إزاي أشخص عيان Iron Deficiency Anemia، والحاجة التانية How to treat this patient. تعال نفهم بقى شوية معطيات كده وحاجات كده. اولا، هي اشهر نوع من انواع الانيميا. تقريبا 50% من الانيميات في الكوكب كله على بعضه هي عباره عن ايرن ديفيشنسي انيميا. بيقولوا انه واحد في كل 8 حالات تقريبا مصاب بالايرن ديفيشنسي انيميا. وبعدين لما نيجي نتكلم لازم تعرف حاجه. اولا، احنا عندنا الهيموجلوبين اللي هو المكون الاساسي لكره الدم الحمراء عباره عن هيم وجلوبين. احنا بقى النهارده هنا نتكلم عن المين، عن الهيم. اما الجلوبين ده ان شاء الله هنبقى نتكلم عنه باذن الله في ادغال الانكولوجي شويه، اللي مات انكولوجي في الدم شويه عشان تبقى فاهم يا سيدي. الهيم ده عشان لما تتسال يطلع ايه هو الهيم ده يا ابني، عباره عن رابطه بين الايرن وبين البورفايرين، بنسميه ايرن بورفايرين كومبلكس. يبقى هو عباره عن رابطه بين الايرن، فري ايرن يعني، بس ماسك في مين؟ بورفايرين، فنسميه ايرن بورفايرين كومبلكس. وده كوفاكتور بيشتغل في انزيمز كتير زي الهيموجلوبين زي ما انت عارف، والمايوجلوبين اللي هو مخزن للحديد يعتبر في المصل، السيتوكروم، الكتاليز انزيمز، وهكذا. طيب وبعدين عشان تبقى فاهم بقى، انا عندي الحديد فيه منه نوعين او فيه منه تو فورمز. في منه فورم بنسميه اف اي موجب 2 بنسميه فيروس ايرن، وده الابزوربشن فورم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عشان الحديد يمتص من الجهاز الهضمي ويخش الدم لازم يتحول للفيروس ستيت اللي هو موجب 2. بعد كده في عندي حاجه اسمها فيريك ايرن. فيريك ايرن ده الاف اي موجب 3، ودي بنسميها ترانسبورت فورم. انا بسميها كده. يعني ايه؟ يعني عشان تخزنه او تنقله في الدم محتاج الحديد يتحول لكام؟ موجب 3. زي ما قلنا الكلام ده مهم جدا 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 عشان تفهم شوية الحاجات اللي هتكلم عنهم حالا. بص بقى يا فندم، عشان تبقى فاهم معايا كده القصة كلها ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. شوف يا سيدي، مفترض ان احنا بناكل عندنا سورسز كتير للايرن. ايه هي السورسز دي الاول عشان تبقى فاهم؟ عندي هيم ايرن. هيم ايرن او بالبلدي كده يا ابني ده الحديد الحيواني اللي هتلاقيه اكتر في اللحمة وفي الكبدة. هتلاقي اكتر في اللحمة وفي الكبدة. اهم ما يميزه ان هو 20% منه بيحصل له absorption، وبالتالي هو مصدر غني بالحديد. عكس النون هيم ايرن. النون هيم ايرن ده موجود في النباتات. النباتات زي مين يا ابني؟ طول عمرهم كده يقولوا لك ايه؟ السبانخ. السبانخ فيها حديد كتير، كل حديد كتير. هي فيها حديد كتير نون هيم. ايه مشكلته بقى؟ انه الامتصاص بتاعه ضعيف جدا، يكاد يكون 2% بس. وبالتالي انت مش هتستفيد حاجه قوي من البلانت ايرن اوريجين. بالعكس، انا عايز انيمال اوريجين الايرن، هو ده الاحسن. اللي هو المين يعني؟ اللي هو الهيم، اللي هو موجود فين يعني؟ في انهي اكلات بقى؟ ها، زي اللحمه وزي الكبده. النون هيم ده في منه نوعين، في منه الفيرس ايرن اللي هو موجب 2 موجود في الهيموجلوبين، وفي منه الفيريك ايرن موجب 3 ده اوكسيدايزد فورم من الايرن بتبقى موجوده في حاجه اسمها ميت هيموجلوبينيميا. ان شاء الله يبقى هنا كلام معاها. ايه قصه الميت هيموجلوبينيميا ده؟ هو الخلاصه ابنورمال فورم من الهيموجلوبين. لما الايرن بيكون فيها بالطريقه دي الهيموجلوبين ما بيعرفش يشيل اكسجين، فالعيان بيحصل له تيشو هايبوكسيا، يعني الانسجه بتعاني من نقص الاكسجين عشان خاطر الاكسجين اخباره ايه؟ مش متشال اصلا على الار بي سيز نتيجه ديفكت في الهيموجلوبين. ده يعني بكل بساطه لحد ما نتكلم عنها بعد كده. شوف بقى يا سيدي، عشان تبقى عارف الدايت الايرن بير داي تقريبا بيكون من 10 ل 20 مللي جرام بير داي. الايرن ما بينزل الاول المعده،
لما بينزل المعدة بيحتاج الجاستريك اسيد بتاع المعدة، اشمعنى؟ عشان يعمل ديسوليوشن للايرون. وهنا دي اول محطة. المحطة الاولانية انه الجاستريك اسيد بيعمل ديسوليوشن للايرون فين؟ في الاثنى عشر، في الديودينم. فلو انا الجاستريك اسيد عندي مش موجود، يعني عندي حاجة زي الاكلوروهيدريا، واحد ما عندوش افراز اسيد في المعدة، او واحد طول عمره ماشي على بروتون بام سنين طويلة جدا جدا جدا، ها العين ده ممكن يكون عرضة للايرون ديفيشنسي انيميا. اشمعنى؟ مش هيعرف يمتص حديد عشان مفيش حاجة تكسره اصلا. ليه بقى؟ لانه غالبا الحديد اصلا اللي احنا بناكله بيكون فرك ستيت موجب تلاتة اساسا، وزي ما قلت لحضرتك عشان خاطر يمتص الحديد ده محتاجين نحوله الى موجب اتنين، واللي هيبدأ يعمل ديستريوشن عشان يتحول لموجب اتنين مين؟ الجاستريك اسيد. فلو مش موجود خطوة الديستريوشن دي مش هتحصل، وبالتالي الريدكشن مش هيحصل، وبالتالي الحديد هيفضل فرك فمش هيمتص ويترمي في الاستول وكأنك ما استفدتش اي حاجة. الحديد اللي بناكله زي ما قلت لك هو موجب تلاتة يا فندم، وبيحصل له ريدكشن لموجب اتنين، وبعد كده يتشال على شيالين ويحصل له ابزوربشن عن طريق مين؟ الول بتاع مين؟ الانتستنس. فاني حته بقى في الانتستنس بيوصلوا لحد الديودينم والاور جيجينم، الديودينم والاور جيجينم. وبالتالي بعض الامراض اللي ممكن تصيب الديودينم والاور جيجينم، واشهرهم على الاطلاق نوع من انواع الحساسيه اسمها السيلياك ديزيز، هنجيب سيرتها في المال ابزوربشن في الجي تي. السيلياك ديزيز ده هو يا عم الحاج لما اجي اقول لك بنشخصه ازاي هقول لك خد عينه في المنظار من الديودينم او من الجيجينم، وغالبا بناخدها من الديودينم لانه هو ده الاكسس بتاعنا في المنظار اصلا. المنظار مش بسهوله اصلا يوصل للجيجينم، غالبا مش هيوصله اصلا، فبناخد عينه من الديودينم ويبدا يظهر لي فيه التغيرات بتاع السيلياك. فما تستغربش انه عين السيلياك ممكن يكون البريزنتنج فيتشر بتاعه ايرون ديفيشنسي انيميا. وممكن اقفلك هنا واقول لك كمان نقطه مهمه جدا، لو جالك واحد صغير في السن عنده ان اكسبليند ايرون ديفيشنسي انيميا، بمعنى ما عندوش نزيف وما عندوش مرض مزمن هو عارفه يعمل كده، دور على السيلياك ديزيز كاحد الاسباب اللي ممكن تعمل ان اكسبليند ايرون ديفيشنسي انيميا. حاجة برضو لو رجعنا للمعدة مرة تانية والجاستريك أسيد بتاعنا، فمعروف ان الاتش بايلوري من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل اصلا اتروفيك جاسترايتس، وممكن سون ينتج عنها ان العيان يبقى عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. الاتش بايلوري من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل نقص الحديد. تعال بعد كده يا سيدي بقى، بعد ما يتحول الحديد، بعد ما يمتص الحديد في الدم دلوقتي هو موجب اتنين، هذه الفورم غير مناسبة لا للتخزين ولا للنقل. طب انا عشان اخزنه الترانسبورت فورم ايه يا ابني؟ اف ايه موجب تلاتة، يبقى انت ليه حولت؟ يبقى ايه الطبيعي اصلا؟ ان انا باكله موجب تلاتة. طب وعشان امتص عايزه موجب اتنين، فحصل له ريدكشن عن طريق المعدة بالاسيد ثم يتشال على الفيروبروتين. طب وبعد كده ده عن طريق الفيروبروتين، بعد كده ما يخش جوه الجسم بعد ما بيحصل له ابزوربشن، يا اما هوديه يتخزن في صوره فيرتين، يا اما هوديه يتنقل في صوره ترانسفيرين. كلاهما يحتاج فرك ستيت موجب ثلاثة، فلازم يحصل اوكسيديشن لمين؟ مره ثانيه للريدكشن للايرون مره ثانيه، سوري، يحصل اوكسيديشن للايرون مره ثانيه من موجب اتنين لموجب ثلاثة. طب عشان دي تحصل بقى بنستخدم حاجه اسمها الفيروكسيديز، وده مهم قوي عشان اسمه التاني السيريوبلازمين، احفظه صم. عشان السيريوبلازمين ده هو جس وات ده يا حبيبي؟ الشيال بتاع الكبر في الجسم. ان شاء الله في الهيموكروماتوزيس وفي الويلسونز ديزيز هقولك الهيموكروماتوزيس ده هو الشيال الاستروج كتير زي الفيريتين، انما الويلسونز ديزيز ده هو هقولك ان الشيال ده هو بيكون فيه قليل. فساعات هنتكلم ليه وقتها، فساعات تلاقي العيان بتاع الويلسونز ديزيز بخلاف النوع المعتاد للانيميا sometimes may develop iron deficiency anemia. تيجي منين يا ابني؟ نتيجة انه مفيش سيريوبلازمين يعمل اكسيديشن لمين؟ للموجب 2 الى موجب 3، وان كانت دي حاجة رير شويتين 3 4 5 6 مليون مرة، ولكن هي still possibility بس مش مشهورة ابدا.
اخيرا بعد ما يتحول لموجب 3 يمسك في الترانسفيرن عشان يروح فين بقى؟ البون مارو. ما هو معروف انه الاماكن اللي فيها الحديد بقى امين اكتر. بص يا عم، الاماكن اللي فيها حديد اكتر عشان تبقى عارف التوتال ايرد بودي كونتنت من 3 ل 6 جرام. 3 ل 6 جرام دول يا سيدي فيهم الاتي: فيهم الايرن متخزن في صورتين، الصوره الاولانيه هي الصوره الوظيفيه، يعني هو بيشتغل ايرن وده في صوره هيموجلوبين، سواء كان بقى هيموجلوبين وده بالاساس، وبالتالي اكتر حاجه فيها ايرن هي الار بي سيز مش الكبده. يعني سؤال خادع قوي، ايه اكتر مكان فيه ستورز من الايرن، او اكتر مكان فيه ايرن كتير اصلا كونتنت؟ طبعا الار بي سيز. يليها مين بقى؟ يليها اللحوم والكبده، الليفر يعني الليفر تاني اكتر الحاجات اللي ممكن يكون فيها. لو جيت تبص 80% بس في الهيموجلوبين واخواته اللي هم المايوجلوبين او بعض السيتوكروم انزيمز، و20% بس بيكون في الفيريك ستيت، موجود يا اما في الفيريتين وده الستورج فورم، سواء كانت في خلايا الكبد الهيباتوسايتس او في الماكروفاج خلايا المناعه او في الانتيروسايتس خلايا السمول انتستين خلايا السمول انتستين، او في صوره ما يسمى باسم الهيموزيدرين برضو موجود فيه في الهيباتو سايتس. يعني هو في الاول موجود ار بي سيز وبعد كده مين؟ الليفر، ثم ما بعدهم تريسز. شوف بقى يا سيدي ايه اللي بيحصل بقى كريسايكلينج للايرن ده. بعد ما الار بي سيز بتتكسر بالريتيكولو اندوثيليال سيستم بارتيكولارلي الليفر والسبلين، طبعا بتطلع ايرن محتواه، ما هو هيموجلوبين الهيم بيتكسر ويطلع ايرن. الايرن ما بيطلع يمسك في الترانسفيرين ويروح للبون مارو، حوالي 25 ملي جرام بيحصل له ريسايكلينج افري داي، 25 ملي جرام من الايرن يوميا ريسايكلد افري داي. لو جيت تبص يا فندم هتلاقي الاتي: هتلاقي ان انت اصلا في اليوم بتدخل تقريبا من 10 ل 20 ملي جرام ايرن بير داي، ده اللي في الاكل. طيب بيمتص منهم قد ايه بقى؟ بيمتص منهم من 1 ل 2 ملي جرام بير داي، يعني 10% بس منهم يمتص، والباقي بيروح فين بقى؟ بيترين في الشارع. عارف انت الرقم ده هو لو زاد ينتج عنه ما يسمى باسم الهيموكروماتوزيس، اللي هو الايرن اوفرلود ستيت بقى على النقيض. فاذا شفت الايرن ميتابوليزم ينفذ على الايرن ديفيشنسي انيميا كانيميا، وينفذ على حاجه تانية اسمها هيموكروماتوزيس وهنحتاجها كمان شويه في الهيموليسيس ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. مهم الايرن ما بيخش بيروح معظمه في الار بي سيز، ثم في البون مارو ماشي، وبعد كده في الليفر، وبعد كده فين؟ في المصل. زي ما انت شايف كده بالظبط، البوم الريتيكولو اندوثيليال سيستم ماكروفاج بتاخد 600 ملي جرام تقريبا، البوم مارو بياخد 300 ملي جرام تمام، والليفر بياخد 1000 ملي جرام، والمصل كام؟ 300 ملي جرام. بس لاحظ انه اوفر اول اهو، بص 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 الار بي سيز فيها قد ايه؟ 1800 ملي جرام ايرن. فاكبر حاجه فيها ايرن هي مين؟ الار بي سيز. هي ليها مين يا عم الحاج؟ اهو الليفر، عشان تبقى فاهم كويس. ده كله ها بيمتص منه 1 ل2 ملي جرام بير داي. طيب والباقي يا يتخزن ايا كان بقى الدنيا هيروح فيها. اللي بيمتص 1 ل2 ملي جرام بير داي، واللي بيخرج تقريبا برضه 1 ل2 ملي جرام بير داي، سواء عن طريق السلافنج بتاع الانتيروسايتس اللي مخزناه، او الشيدنج من السكن، او مع المنستريشن في الفيميلز، وده بيخلي الهيموجلوبين ثريشولد بتاعهم اقل شويه من الطبيعي، او ميسيلينيوس بلاد لوس ايا كان السبب اللي يخلي فيه بلاد لوس. فاذا يوميا بقى قد ايه بقى من الايرن بيحصل له سايكلينج؟ 25 ملي جرام. الشيدنج بيحصل تقريبا من السكن وميكوزا الابيثيليال سيلز زي الانتيروسايتس اللي هي خلايا السمول انتستين يعني، وزي ما قلت اديلي لص من 1 ل 2 ملي جرام اوف ايرن. اتمنى تكون فهمتوا دي عشان تفهموا اللي هنتكلم عنه حالا. ايه هي الفانكشنز اوف ايرن يا فندم؟ اول حاجه هو جزء مهم جدا في الهيموجلوبين والمايوجلوبين. المايوجلوبين يعتبر من الحاجات اللي بتخزن اكسجين وقت اللزوم في العضلات. رقم 2 هو كو فاكتور، بمعنى ان هو بيزق انزيماتيك رياكشنز كتير او انزيمز كتير بتعمل انزيماتيك رياكشن، زي السيتوكروم سي، السيتوكروم بي 450، البيروكسيديز، حاجه اسمها فوسفو انول بايروفيت كاربوكسيكينيز، وده مسؤول عن الجلوكونيوجينيسيس، يعني بيخش في تكوين السكر من نون جلوكوز سورس زي الامينو اسيدز وفاتي اسيدز،
والاكونيتيز، وده مهم جدا في الكريبس سايكل المشهوره قوي عشان انتاج الطاقه في الجسم، والرايبونيوكليوتايد ريدكتيز اللي بيخش في تصنيع الدي ان ايه والار ان ايه سينثيز. اذا الحديد فيري كروشال في الجسم، فكون انه يكون فيه نقص في الحديد بنخش في مشاكل كتير مش لها حل. ايه بقى المشاكل الكتير مش لها حل؟ اولا قبل ما اتكلم على المشاكل دي احب اعرفك يا فندم احنا ازاي نقيم بقى الحديد في الدم اديكويت ولا لا. بص يا عم، اول حاجه هتقول لي والله هعمل سيرم ايرن في الجسم. هقول لك الاتي، السيرم ايرن مشكلته الاساسيه ان هو فلكتويتنج جدا. بمعنى ايه؟ النهارده اهو انت اكلت وجبه كبده، فلو جيت قست الحديد في جسمك هلاقيها كتير، ده الحديد بس. طيب بكره ما اكلتش كبده، وبالتالي اقيس الحديد النهارده اللي هو بكره يعني الاقي الحديد قليل، ففي جريد فلكتويشن في نسبه الحديد في الجسم، وبالتالي هي توتالي ان ريلايبل يعني لا يعتمد عليه مطلقا، بخلاف انه السيرم ايرن اللي ما بستخدمه انا بدور يوجوالي على الفيريك ايرن اللي هو موجب 3 which is mainly bound to the transferrin, the serum transferrin. يعني الترانسبورت فورم غالبا هي دي اللي انا بقيمها مين اصلا؟ بالسيرم ايرن، هو بيرفلكت غالبا السيرم ترانسفيرن. بس هل هو ريلايبل زيه؟ مطلقا. بص بقى نيجي لتاني حاجه الا وهو السيرم فيرتين. لو سالك يا ابني حد عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، ايه التست تو كونفيرم الدياجنوزس ان السبب الانيميا دي نقص في الحديد؟ قول له السيرم فيرتين يا دكتور. اشمعنى بقى؟ إليك الآتي، السيرم فيرتين هو الاستولوجي فورم يا حبيبي. في الطبيعي إن هي بتكون من 20 ل 250 ملي جرام بالليتر في المينز، ومن 10 ل 120 ملي جرام نانو جرام على الملي نانو جرام على الملي لتر في 1000 ميلز. هل أنا مطالب أحفظ الأرقام دي مطلقة ولا تحفظها ولا أي حاجة؟ الفيرتين لو قليل يرفلكت إن الأيرن ستورز قليلة، يعني غالبا الحديد قليل. مش كده وبس، تقريبا اول حاجه بتقع اصلا لما يكون في نقص في الحديد هو الفيرتين. ليه بقى؟ حضرتك في الطبيعي لو انا عندي حديد في الجسم وعندي فيرتين ستورج، لما الحديد اللي في الدم يقل ايه اللي بيحصل؟ الستورج بتبدا تعوضه، فتلاقي في نفس اللحظه الايرن في الجسم ممكن تلاقيه اصلا طبيعي، بس على حساب مين؟ الستورز اللي هي الفيرتين. ولذلك اول حاجه بتقع مين بقى؟ هي الفيرتين، مش الايرن اتسلف. حلو قوي. مشكلة الفيرتين حاجة ان هو يعتبر acute phase reactant. يعني ايه acute phase reactant؟ يعني بعض انواع الاكيوت والكرونيك انفلاميشنز از ويل ممكن يعلى معاها الفيرتين، وهذا doesn't reflect الايرن ستيتس في الستورز، بالعكس ده هو عالي جاست ان هو phase reactant مش مجرد. وهيوطى متى ان المشكلة الانفلاماتوري دي ريزولفت، وبالتالي في بعض الاوقات ما اقدرش استخدمه كماركر للايرن ديفيشنسي انيميا. يعني مثلا يعني واحد عنده روماتويد ارثرايتس، التهاب روماتويد في المفاصل. في الروماتويد ارثرايتس ده مرض مناعي معروف ان الكرونيك ستيج منه ممكن العيان يكون عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. الايرن ديفيشنسي انيميا بتاعت العيان ده اهو لو جيت تدور على سببها الروماتويد. ما يميزها بقى ايه؟ انك هتلاقي فيرتين عالي اصلا مش قليل. طب انت عرفت منين ان هو عنده نقص في الحديد والفيرتين عالي؟ اذا هو unreliable اصلا، هو unreliable. فهي ليها طرق تانية عشان تشخص ايه السبب اصلا المشكلة دي. كذلك الحديد ممكن يطلع من damaged liver cells، وبالتالي لو عندي رايز في السيرم ترانسامينيزس اذا هو الALT والACT، يعني دول هنتكلم عنهم ان شاء الله في الجي تي، ممكن تلاقي الفيرتين عالي as well مع اي كونديشن فيها acute hepatitis. حلو. وبعدين نيجي لقم ثلاثة الا هو transferrin which is the transport form of iron. يعني دي الشيال بتاع الايرن في الجسم، يعني من برد كده. ده بيريبريزنت ذا percentage of the binding sites of all transferrin molecules occupied with iron molecules. يعني ايه الكلام ده؟ هو بروتين لما بيمسك فيه الحديد بقى انا عندي ترانسفيرين ساتوريشن، يبقى انا بعبر عن كميه الحديد اللي ماسكه في الدم فين؟ في الترانسفيرين.
بيحسبوها بان انت تجيب نسبة السيرم ايرن تو ترانسفيرين او نسبة السيرم ايرن تو حاجة تانية اسمها توتال ايرن بايندينج كاباسيتي، هنتكلم عنها حالا. المهم الترانسفيرين هو الشيال من الاخر. انت متوقع لو كان الحديد في الدم قليل والفريتين قليل اللي هو ستولوجي فورم هتلاقي الشيال اصلا شايل مطلقا؟ لا، فالطبيعي هتلاقي الترانسفيرين ساتوريشن قليل هو كمان في عيان الايرن ديفيشنسي انيميا. اذا الايرن والفريتين اللي هو الستورز والترانسفيرين اللي هو الشيال الثلاثه قليلين. رقم 4 بقى التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي. يعني دلوقتي انت قلت لي الترانسفيرين ده عباره عن حديد which is ferric موجب 3 يعني ماسك في الترانسفيرين. طب دلوقتي انت قلت ان هو قليل، طيب هذا يعني ان الترانسفيرين مش ساتوريت اصلا، ده معنى كان هو عليه اماكن كتير يشيل حديد ياخد من الخرخرين، وبالتالي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي هي لاب تيست بيديتيرماين ذا كاباسيتي اوف بلاد تو بايند تو ايرن. يعني الهيموجلوبين او من الاخر يعني كده ممكن يتشال ايرن قد ايه في الجسم، هو يعتبر اندايركت ميجر للترانسفيرين اللي هو الايرن ترانسبورت بروتين. ايه فايدة التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي؟ بيفرق لي الديفرنت تايبس من مايكروستيك هايبوكروميك انيميا اللي انا قلت عليهم الثلاسيميا والسيدروبلاستيك انيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيز وتسمم الرصاص ليد توكسيستي، فهو بيفرقهم عن بعض. طبعا تيبيكال بما ان التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي انا بقول لك ان هو دلوقتي مفيش الشيال فاضي مش شايل حاجه، وبالتالي كفاءته ان هو يشيل حديد كتير جدا جدا طبعا، وبالتالي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بتكون عاليه في عيان الايرن ديفيشنسي انيمي، سنس ان مفيش ايرن فالشيالين مش شايلين حاجه. هي بالظبط اشبه بعربيات، لو انا عندي 100 عربيه وعربيه واحده بس اللي فيها بضاعه وال99 باين لا، يبقى التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي قد ايه؟ 99%، والواحد ده هو مين؟ الايرن. الايرن اللي كان على العربيه ده اهو ده اللي موجود، وبالتالي هو ايرن ديفيشنسي، فالباقيين كلهم فاضيين، فبالتالي كاباسيتي عندي اماكن كتير اشيل ايرن، فالتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بتكون عاليه. نقف على كده؟ لا، في حاجه اسمها سولابل ترانسفيرنس ساتوريشن، سولابل ترانسفيرنس ريسبتور. تطلع ايه دي بقى يا سيدي؟ هنا احنا بنحاول نشوف كميه الحديد في التشو بالتحديد، او كوانتيتيف ميجر اوف اريثروبوتيك اكتيفيتي، يعني فعلا التصنيع بتاع الار بي سيز شغال كما ينبغي ولا لا، عن طريق ان هو بيروح للترانسفيرين ولا لا. هنا بقى الترانسفيرين ريسبتور اشمعنى بقى؟ لان في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا الديماند للحديد بيزيد، فالطبيعي ان انا بصنع كتير سولابل ترانسفيرين ريسبتورز عشان خاطر يبقى معايا شيالين كتير عشان ياخدوا حديد كتير. ما هو الجسم شايفها كده، انا دلوقتي ما عنديش حديد، فبالتالي هزود الشيالين املا فيه انه يجي لي حديد، فاخد الكميه دي كلها واجري بيها على كل الانسجه اللي عندها مشكله وايه اعوضها. هو ده اللي بيحصل هنا بالظبط، وبالتالي السولابل ترانسفيرين ريسبتور بتزيد. يبقى الترانسفيرين ها قليل بس الريسبتور بتاعته اخبارها ايه؟ زياده. اشمعنى؟ عشان خاطر انا عايز ايه؟ عايز انقل، فالترانسفيرين قليل لان هو مش ماسك في حديد، لكن السولابل ريسبتور بتزيد املا فيه ان الترانسفيرين يجي ويدي حديد ايه؟ بزياده. اخر حاجه البومارو اسبريت هي الجولد ستاندرد فور دايجنوسس لايك الاتي. يعني انا عشان اشخص انيميا نقص حديد اغز العيان بابره قد كده وابره مرعبه موت وطويله عشان خاطر اخد عينه من البون مارو واشوف هو عنده نقص في الحديد ولا لا؟ فطبعا هي نوت براكتيكال تماما، ولذلك ما بنعملهاش. بس لو سالك يا ابني بنعرف ازاي الايرن كونتنت في البون مارو؟ يعني بنعرفه عن طريق حاجه اسمها البيرل ميثود اوف ايرن ستيننج. بيرل ميثود اوف ايرن ستيننج ان احنا بنعمل صبغ الحديد بالبيرل ميثود، وده اللي بنسميه ايرن ستيننج في البون مارو عشان تعرف الحديد اخباره ايه. ايه اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا؟ ركز معايا. از جنرال اشهر سبب ليها على الاطلاق هو الكورنيك بلاد لوس، بالذات بقى لو كان حد كبير في السن فوق سن ال 60 سنه وعنده ان اكسبليند ايرن ديفيشنسي انيميا. خدها قاعده يا ابني، اي حد حواليك فوق سن 60 سنه
عنده، او غالبا كمان ممكن تكون اقل والله، حد 50 سنه كمان حتى ايفن، عنده ان اكسبليند ايرن ديفيشنسي انيميا وانا شخصتها، بليز سسبكت جي اي تي مالينجنسي او اكسكلود جي اي تي مالينجنسي، ممكن يكون ورم في المعده او ورم في القولون يعني. فهنا عيان زي ده لو قال لك ايه النكست ستيب، لو متاح اعمل حاجه اسمها فيك الاوكلت بلاد في الاستول. يعني ايه الكلام ده؟ ده اختبار في البراز عشان يشوف فيه دم ولا لا. لو نازل مع البراز دم خفي يبقى جاي من الجي تي، هخش اعمل منظار فوق وتحت. في منه ابجريد جديد اسمه تيست جديد كده اسمه اف اي تي تيست، فيكال اميونو هيستوكيميكال تيست. يطلع ايه ده يا سيدي؟ قالك ان الفيكال اوكلت بلاد في الاستول ده اختبار تقليدي بيشوف الدم اللي موجود في البراز، بس ساعات ما بيفرق ليش هو الدم ده اصلا جاي من البني ادم ولا يمكن هو واكل مثلا لحمه فاللحمه دي فيها دم، يعني دم حيواني فنزل في البراز. فعشان كده عملوا حاجه اسمها فيكال اميونو هيستوكيميكال تيست، عباره عن انتي بوديز في الاختبار بتمسك في الهيومن ار بي سيز بس، وبالتالي بتعرفك تماما العيان ده الدم اللي نازل في البراز ده بتاعه ولا لا، او بتاكد لك بالتحديد لو نزل دم في البراز يبقى ده هيومن مش انيمال ومش حاجه تانية. حلو، افرض بقى ان في سبب واضح زي في ميل عندها من راجيتس، اوكي حد عنده بليدنج بالريكتم ماشي، عنده ابيستاكسس وان كان صعب قوي ماشي، عنده هيماتيمسز لاي ان كان الاسباب يعني بيرجع دم يعني ماشي. فده النقطه ودي النقطه الاهم المهمه هنا. تاني حاجه ان هو بياكلش كويس، ودي حاجه من اتنين، يا اما مجاعات يا اما نباتشي. يعني احنا قلنا ان الحديد النباتشي اللي هو نانهيم ايرن، ها يا جميل، النانهيم ايرن ده هو قلنا ان هو بيمتص منه 1-2% بس، 1-2% بس منه بيمتص، وبالتالي انت لو كلت مزرعه مثلا سبانخ حرفيا ولا هتفرق في حاجه، في حين ان انت ممكن تاكل لك كبده تبقى احلى واحلى 100 مره. فده الديكريز دي انتيك، او اللي بياخدوا السير بيزد دايت اللي هو البقوليات نفس الشيء، تعتبر نباتيه فما فيش فيها ايرن قد كده. رقم 3 ديكريز دي ابزوربشن، حاجه تضرب المعده زي الاكل وروهايدري، او حاجه تضرب الديودينم، يعني انا قلت ان هو شخصيا بيمتص فين ديودينم وابرجينم، انك تكون اصلا شايله في جراحه نتيجه ديودينم بيرفوريشن كمثال، السر وعمليه بيرفوريشن فشلته، يا اما كرونز ديزيز هنتكلم عنه في الجي تي، ده واحد من الانفلاماتوري باول ديزيز، الالتهابات اللي بتحصل في الجهاز الهضمي. ده بيصيب مين يا عم الحاج؟ كل الجهاز الهضمي. صحيح هو اكتر ترمينال اليم، بس ممكن يأفكت كل حته في الجهاز الهضمي من الماوس تو انس. والسيليك ديزيز اللي قلنا عليه اللي هو حساسيه ضد القمح انا ما قلتهاش، وده بيصيب الديودينم والابرجينم الاماكن التي يمتص فيها الايرن. واخيرا انكريزنج ديماند، زي واحد حامل او بترضع او طفل صغير بيكبر جور سبيريت، او حد عنده اصلا مشكله بتقلل له تصنيع الاستروبويسس نتيجه نقص الهرمون نفسه اللي اسمه بيتين هرمون، زي مين؟ عيان السي كي دي. عيان السي كي دي هتلاقي عنده ايرن ديفيشنس انيميا نتيجه نقص الاسمه بيتين هرمون. حلو، وبعدين لو سالك يا ابني حسب السن ايه اشهر الاسباب؟ لو جبنا حد كده شباب كده زيكم كده يا اولاد كده ان شاء الله يعني، فاحنا لو دورنا على فيميل بالاساس يعني بنلاقي يجوال يا اما مينركي، يعني يا اما مينركي يا اما نستيرويشن اللي هو بيرد يعني دوره. لو قلت من سن 20 ل 50 سنه هتلاقي ميراجيا او برينسي في الفيميلز، هتلاقي يجوال في الميلز بيبتك ألسر ديزيز، ولو اكتر من 50 سنه ممكن يكون كانسر سواء كان كولوريكتال كانسر او بوليبس، وده غالبا في الدول المتقدمه والناميه حقيقه، بس هما بيكتبوا متقدمه اكتر لانه ما بيقولون الدول الناميه اكتر بيكون فيها انكالستوما ديودينال والنيكاتور امريكانز في الدول اللي هي الناميه يعني. بس يا ابني الكلام ده بيحصلش قوي حقيقه يعني صراحه. يعني ايه هو الكلينيكال بريزنتيشن بتاع عيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا؟ هل هناك ما يميزها؟ اولا زيها زي اي انيميا ممكن تبقى اسيمتوماتيك فتره طويله لحد ما تظهر، وتظهر بعض انيميا زي البالور والفاتيج والتاكيكارديا والاكزيشنال ديزنيا والشستبين عادي، لكن في بعض الفايندينجز ممكن تبقى سبيسيفيك للانيفشنس انيميا. واحد تفقد الشعر، ولذلك تلاقي البنات اللي شعرها بيقع الفيرست ستيب في التشخيص دايما قبل اي حاجه فتح كلام سي بي سي. يعني لو جت لك واحده شعرها بيقع وقال لك يا ابني ايه البيست نيكست ستيب، قول له سي بي سي. ليه؟
عشان تكسكلود ايرون ديفيشنسي انيميا از ذا كوز. قبل اي كلام فتح كلام ضاف الايرون الاول، العيان ممكن يكون مش طايق البرد، كولد انتولرانس. الديفرنشال دايجنوز من دي هايبوثايرويديزم، عيان اللي عنده هايبوثايرويديزم برضو مش بيطيق مين البرد، يعني تلاقي العيان ده مرتاح قوي في الجو الحر، وتلاقيه عيني في الجو البرد مهما عمل بردان. اخيرا دراي سكين، ممكن يعمل حاجه اسمها انكيلر ستوماتايتس، هوريك شكلها دلوقتي. تطلع ايدي يا عم الحاج، يعني الكورنرز بتاعه الماوث اللي هي جوانب بق سعادتك، يعني هتلاقيها فيشرد وهتلاقيها ملتهبه، يعني مشققه وملتهبه، دي بنسميها انكيلر ستوماتايتس. هوريك منظرها. في حاجه اسمها بايك، ما بنشوفهاش كتير، بس ايه اللي بيحصل بقى؟ دي حاجه سايكولوجيكال كده بتحصل في بعض العيانين، تلاقيه بياكل اكل ما يتاكلش، يعني تلاقيه بياكل مثلا بودره، تلاقيه مثلا بياكل طباشير، بياكل الدهان بتاع الحيطه اللي احنا بنسميها انجيشن اوف نون نيوتريتيف ماتيريالز، ياكل شعر، ياكل الدهان بتاع الحاجات ده، ياكل كلوز اللي هو قطن وحاجات من كده، ياكل بلاستر، حاجات ما بتتكلش اصلا ده بياكلها. دي ابنورمالتي، وجد ان اكتر حاجه لها علاقه بها هي مين؟ نقص الحديد في الجسم، انيميا نقص الحديد. وفي حاجه اسمها كويلونيكيا، كولينوكيا بيحصل نوع من انواع الدمج في النيلز، بتضعف لدرجه ان هي يبان منظرها كان هي منظر معلقه، بيسموها سبون شيب فينجر نيلز، هوريك منظرها دلوقتي، دي بنسميها كولينوكيا. ممكن ساعات اللسان نفسه يبقى اتروفيك، يعني بتلاقي اللسان ريد وإديمتس وبيوجع ومفيش بابيلا. طب انت مش متخيل، انا هوريك كل ده حالا منظره. اخيرا ما يسمى باسم بلامر فينسون سندروم، تيبيكال عيان ممكن يكون في العقد الرابع او الخامس من العمر جاي بيشتكي ان هو عنده ديسفاجيا، يعني ايه؟ يعني العيان مش عارف يبلع، وغالبا مش عارف يبلع الاكل، بس يشرب ميه كويس يعني، انما يجي على الاكل الامور معاه مش حلوه. وبعدين فتعمل له بيزيك لاب، تكتشف ان هو عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، ذا كومباينيشن اوف ديسفاجيا اند ايرن ديفيشنسي انيميا، معناها ان غالبا العيان ده عنده مشكله اسوفاجيال. لو دخلت بالمنظار، وده البيست نيكست ستيب في عيان زي ده، لو عيان عنده ديسفيجيا وانا فيشن سينيميا، قطعا لازم هتعمل منظار معده، ابر اندوسكوبي، ابر جي اندوسكوبي. ليه؟ عشان خاطر تشوف العيان ده فعلا عنده حاجه جوه، ايه هي؟ لو لقيت الحاجه اللي جوه دي بقى ويب، فالتراد اكتمل، اسمها بلامر فينسون سندروم. البلامر فينسون سندروم لسبب مش مفهوم، الايرن ديفيشنسي انيميا بتكون موجوده مع الاسوفاجيال ويبس وبتعمل اسفيجيا، ولسبب اخر مش مفهوم، لو العيان اتعالج السبب بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا، يعني خد علاج الايرن ديفيشنسي انيميا، الاسوفاجيال ويبس بتعالج. اهميتها ان هي ممكن تقلب بالجمنت سكويموس سيل كارسينوما في اسوفيجس، فعشان كده مهمه قوي تشخص البلامر فينسون وتعالجها. علاجها سهل، بس لو سبتها بتقلب مرض طافح. بص يا عم، ده منظار ابر اندوسكوبي، مفترض اللي قدام حضرتك ده الليومن بتاع الاسوفيجس، حلو. الطبيعي ان انا ما اشوفش المنظر ده كده، هتلاقي حاجه كده عامله لونها ابيض كده اهي، وماسكه وطالعه من حته منين؟ من الليومن بتاع الاسوفيجس، اللي هي الحته دي، ده اهي انا مش على البتاع ده اهو، اهي ده اهي. في الطبيعي مش موجود حاجه زي دي، وجود البتاع ده اهي اسمها اسوفاجيال ويب، اسمها اسوفاجيال ايه؟ ويبس. ادي واحد، بص على المنظر هنا اهو، ده الانجل بتاع الماوس اهو، هتلاقي فيه نقط محببه كده، وهتلاقي فيه خطوط ماشيه بالعرض، مشقق محبب ملتهب، دي الانجلر استوماتايتس. بص على النيلز بتاعه العيان ده اهو، وبص على النيلز بتاعه سعادتك، هتلاقي النيلز بتاعتك تحس ان هي مديه شكل قبة ونازله لحد ما توصل لطرف النيل عادي. هنا بقى مش قبة، هنا تلاحظ ان النيل من النص ديبريزد، نازل لتحت، فيعمل شكل النيل كانه عامل شبه مين فعلا؟ المعلقه، سبون شيب نيل، اسمها كويلونيكيا. السؤال يطرح نفسه، مين من دول طبيعي ومين من دول مش طبيعي؟ قبل ما تفكر كتير طلع لسانك وبص في المرايه على لسانك الطبيعي عامل ازاي، هتلاحظ ان لسانك الطبيعي عامل كده،
يعني ايه الكلام ده؟ يعني تحس كأن في تشققات او مش تشققات، يعني في تعاريج كتير وخطوط كتير يمين وشمال. دي التانك بابيلا. حلو، شوف بقى التاني ده، ياه تو سموث، مش باين فيه اي بابيلا ولا التعاريج العادية اللي باينة في التانك دي، بنسميها اتروفيك جلوسايتس. العيان هنا بيكون فاقد البابيلا، فتلاقي منظرها جليسنينج قوي زي ما انت شايف كده بالظبط، بتلمع يعني، ومفيش اي حاجة خالص بابيلا ولا اي شيء ولا اي تعريج ولا اي خطوط ماشية في التانك. هو يعني ايه، حاجة سموس على بعضها which is abnormal وبيوجع، ودي بنسميها اتروفيك جلوسايتس. السؤال الجاي، ازاي اشخص عيان ايرن ديفيشنسي انيمي؟ تو ايزي. اول حاجه سي بي سي ويز انديسز، يعني هدي العيان مين؟ هعمله سي بي سي، هلاقي فيها مين؟ يوجوالي لو هيموجلوبين عشان اقول انه في انيميا، وبعدين هبص على الانديسز هلاقي فيها مايكروسيتيك انيميا او نورموستيك انيميا. اليك الاتي، العيان بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا التيبيكال في الامتحانات بيكون مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، لكن عشان حياتك عيان الايرن ديفيشنسي انيميا ممكن يمانيفست بالانيميا والايرن ديفيشنسي قبل ما حجم الكور يصغر، بمعنى ممكن يكون في المايلد ستيج نورموسيتيك، لكن ليت ستيج يبقى ايه، او مش ليت، ليتر ستيج بس شويه صغيرين كده مودريت، يقلب ايه مايكروسيتيك. تاني حاجه ايرن بروفايل، قلت لك احسن حاجه مين يا ابني؟ لو فيرتين. لو فيرتين از ذا بيست ماركر تو ايفالويت ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني لو جالك حاله في الامتحان انا وشخصتها ايرن ديفيشنسي انيميا، هاو تو كونفيرم دايجنوستس، يبقى مين؟ لو فيرتين، فيرتين ليفل. لو جالك في الامتحان ام سي كيو نفس الشيء، احفظها صم، اوعى تنسى. لو ايرن وان كان نوت ديبندبل، لو ترانسفيرين ممكن ينفعني لو كانت الفيرتين ليفل طالع ايكوفوكال، يعني مش بيديني تشخيص قوي ولا ما يهمكش في حقيقة قوي، او هاي توتال ايرن بايندنج كاباسيتي اند هاي اس تي اف ار اللي هو مين؟ سولابل ترانسفيرين ريسبتورز. بص على الريد سيل ديستريبيوشن ويتس اللي كنا قلناه في اول فيديو خالص، هتلاقي اكتر من 14% من الكرات في تباين في حجمها، يعني حجمها اكبر بكتير او اصغر بكتير من الحجم الطبيعي. لما ال RDW اللي هو Red Cell Distribution Width يبقى كبير، هذا يعني انه في Nutritional Deficiency. لو كانت الانيميا مايكروسيتيك يبقى قطعا Iron Deficiency Anemia، ولو كانت الانيميا مايكروسيتيك انيميا تبقى قطعا B12 او Folic Acid Deficiency Anemia. وبالمناسبة دي بتindicate somewhat called حاجة اسمها Anisocytosis. في عندي مصطلحين في البلاد فيلم، في عندي مصطلحين في البلاد فيلم. الانايزوسايتوزيس يعني تشينج في السايز بتاع الار بي سيز، او تباين في حجم الار بي سيز. وفي حاجه تانية اسمها بوي كايلوسايتوزيس، انا ما نجيب سيرتها. بوي كايلوسايتوزيس يعني خلايا الار بي سيز مختلفه في شكلها، يبقى اني فاريشن في الشيب بتاع الار بي سيز از كولد بوي كايلوسايتوزيس. Any change in the size of the RBC is called anisocytosis. لازم تعمل منظار upper ولور لأي حد كبير في السن جايب unexplained iron deficiency anemia to exclude GIT malignancy، بين قوسين كده بالذات الـ GIT cancer أو الأسوفجيال أو الكانسر كون. Erythroid hyperplasia، يعني تلاقي الـ RBC's precursor في البون مارو كبار عددهم زايد، ليه؟ عشان يعوض المشكله في البريفرال بلاد. واخيرا ستول اناليسيس اوف اوفا، بالذات في الدول الناميه زي حالاتنا، عشان تسيرش لبعض انواع البارازايتس زي الانكيلستوما. الانكيلستوما اتسلف بتاكل اصلا الايرون، عشان تبقى عارف ازاي بتعمل ان ديفيشنسي، يعني هي بتاكلها اصلا. ازاي نعالجه بقى؟ ودي اخر حاجه ان شاء الله. بص يا عم، لايف ستايل مودفيكيشن، اول حاجه كل العيانين ياكلوا اكل فيه ايرن كتير، وده زي اللحمه وزي الكبده. ثانيا ياخدوا ايرن سبلمنت لو هو ماشيين على نوع معين من انواع الاكل، بمعنى يعني هم لو ناس ماشيين على اكل نباتي يبقى لازم ياخدوا ايرن سبلمنت. كذلك بعض العادات الغذائيه اللي بنعملها بتبقى مش لطيفه، زي قلل الشاي بعد الاكل على طول الغني بالايرن عشان بيقلل امتصاص الايرن. وهنا عايز اقول معلومه صغننه برضو كمان، النون هيم ايرن البلانت اوريجين
اكتر حاجه بتتاثر بالشاي فعلا. يعني هو الشاي بيقلل امتصاص الايرن، بالذات النون هيم ايرن ده اللي هو بتاع البلانت اورجن ده. وعلى الرغم من ذلك الا ان الريكومنديشن تقريبا بيكون شبه يونيفرسال على كل انواع الايرن، بلاش شاي بعد الايرن على طول، لان التانيك اسيد بيرسب مين الايرن، والتانيك اسيد ده موجود فين يا اولاد؟ في الشاي، سيرز بقوليات ومنتجات الالبان بلاش منها كذلك عشان ما تتفاعلش مع الايرن، لان منتجات الالبان فيها كالسيوم كتير. كذلك خد بالك كذلك ان منتجات الالبان فيها الكلاين ميديوم، ودي اجينست امتصاص الحديد اللي هو محتاج اسيدك ميديوم. كذلك الدراجز اللي فيها كالسيوم وانتاسيدز اللي بتمنع الحموضه، والبي بي اي بتمنع الحموضه، من الحاجات اللي ممكن تعمل ايرن ديفيشنس انيميا. فمهم جدا جدا تقول للعيان لو بياخدها يبطلها، ومهم جدا لو انت عندك انيميا من دي في ضمن الديفرنشالات دور على الدراج انديوزد ايرن ديفيشنس انيميا، واحد بياخد كالسيوم او انتاسيدز اللي هي جافيسكوم بقى والحاجات الحلوه دي، او بي بي اي بروتون بام انهبيتور زي الاوميبرازول وبنتوبرازول وخلافه. تاني حاجه اورال ايرن، كلهم ياخدوا اورال ايرن اكسبت لو كان حد عنده كونتر انديكيشن ليه. ايه الانواع؟ يوجوال بيكون فيرس ايرن، فيرس سلفيت، او فيرس جلوكونيت، او فيرس فيوماريت. ركز ليه فيرس؟ عشان الموجب 2 هو اللي بيمتص، خليك ذكي. فلما هعمل حاجه اورال لازم تكون موجب 2. حلو. الدوز بتاعته يوجوال بيكون من 100 ل 200 ملي جرام بير دي اوف المينتال ايرن منهم كلهم، ده عامة يعني، وبيكون يوجوالي وانس بير دي يوجوالي. يعني بنحب ندي مع حاجة تي امبروف الايرن ابزوربشن، حاجة يوجوالي بتكرييت اسيديك ميديوم زي فيتامين سي. فانت ممكن تقول عن ايه، خد الحباية على عصير برتقال مثلا، حلو قوي انهانس ابزوربشن. طبعا مشكلة الايرن كالاتي، اول حاجة بيعمل كونستيبيشن، ودي حاجة بتخلي عينين كتير ما ياخدوهوش. الحاجة التانية بيسود البراز، فيحطك في ديفرنشال دياجنوز مهم جدا، الميلينا. الميلينا معناها ابر جي اي بليدنج بس من تحت، اللي هو باسج اوف بلاك تير ستول، يعني براز بس البراز ده ابره ايه، مليان سواد لونه اسود قوي زي بلاك، ده نزيف من فوق وبينزل يتكسر فعشان كده اسود. انما هنا العيان ده ما عندوش نزيف اصلا يا عم، اللي هو عشان بياخد ايرن بيسود لون الستول، هذا لا يعني ان هو عنده ميلينا. ففيري امبورتنت ديفرنشال من ميلينا انك تسال عيان هو اصلا بياخد حديد لاي سبب من الاسباب ولا لا، لان البلاك ستول ممكن يكون اصلا ميلينا، ممكن يكون اصلا مين، حديد مش ميلينا. وبيعمل طبعا ابدومنال بينوزيا، وده بيخلي عيان برضه ما ياخدهوش. مين بقى اللي ياخد بقى اي في وما ياخدش ايرن اورال؟ لو حد عنده سايد افكت رهيبه، الكونستيبيشن بشع ومش مستحمل كمثال، او النزية بشعة، او مال ابزوربشن سندروم، يعني واحد عنده سيليك ديزيز، واحد عنده كرونز ديزيز، انا عارف ان هو اصلا الانتستاينال وول مش حلو والابزوربشن مضروب، فمش بديهي ان انا اديله اورال بقى، اديله بارنتال ايرن. او عيانين السيكي دي سنس ان الابزوربشن اصلا في الجي اي تي عندهم مش حلو، وبالتالي العيانين بتوع السيكي دي اللي ماشيين على الاس بي تي هرمون لازم ياخدوا بارنتال ايرن زي ايرن اكستران او ايرن سكروز او فيريك جلوكونيت كومبلكس. دي انواع الايرن اللي هو الحقن. مشكلته ايه؟ طبعا انافلاكسس. فمهم جدا اي حد هياخد حديد عن طريق الوريد لازم نعمل له اختبار قبلها، لو عنده حساسيه مش هياخده، لو ما عندوش هياخده، معروفه في كل انواع الايرن البارنترال. 2 ثرومبوفلبايتس، ده في السايد بتاع الانجكشن نفسه تلاقي الوريد نفسه اللي داخل فيه التهب. رقم 3 سكن بيجمنتيشن، وده طبيعي الايرن اتسلف اصلا بيستين السكن بلون تاني، ممكن يوصل لبرونز سكن. اليك الاتي، ودي حاله عشان نفكر فيها سوا، ده 67 سنه ميل بيشنت جاي ب 2 مانث هيستوري اوف بروجريسيف فاتيج اند اكسرسايز انتولرانس، يعني العيان بقاله شهرين تعبان ومجهوده مش قد كده. فيزيكال اكزامينشن از ان ريماركبل، يعني مفيش فيه حاجه ما عدا بيل ليبس اند تانج، يعني في مين بيل. عملنا شويه تحاليل، الهيموجلوبين طلع 5.5، التي ال سي اللي هو الواي بي سيز يعني 9000، تي ال سي يعني توتال لوكوستيك كاونت، توتال لوكوستيك كاونت تساوي وايت بي سيز كاونت، هي
with normal DLC, DLC differential acoustic count. لما كنت بقول لك النيتروفيل من 40 ل 70% والليمفوسايتس من 20 ل 45% وهكذا. النسب بتاعت كل الخلية دي على بعضهم اسمها differential acoustic count. الصفايح 725,000 كبيرة، اللي موجودين كده قليل، والصفايح كتير قوي لان هي مفترض اخرها 450,000. ال MCV 58 والطبيعي بتاعه 80 ل 100، فكده قليل قوي. MCH في الطبيعي من 27 ل 32، هنا 23 فهنا قليل. ال MCHC 32 وهو في الطبيعي بيكون من 32 ل 36 او 37 فهنا يعتبر طبيعي. ريد سيل ديستريبيوشن ويتس 21% والطبيعي كام في المية يا بيه؟ 14%. لو عندي مايكروستيك هايبوكروميك انيميا بلس ار دي دبليو عالي يساوي على طول مين؟ عدل في ايرون ديفيشنسي انيميا. السؤال الجاي بقى اعمل ايه العيان ده؟ ركز معايا، اعمل له ايرون؟ افتكر يا ابني انا قلت لك ان السيرم ايرون توتالي ان ريلايبل في التشخيص اصلا. ليه؟ عشان قلنا بيفلكتويت بسرعه، تاكل قد كده ايرن يزيد في الجسم، ما تاكلش ايرن يقل في الجسم، فبيفلكتويت اصلا مع الاورال انتيك اللي فتح كلام كده يعني، فطبعا دي غلط. ابر اند جي اي اندوسكوبي، الشاطر يقول اه طبعا يا دكتور، ده عيان فوق سن 60 سنه اهو وعنده انيميا والتحاليل مش مطلعه حاجه صح، والانيميا دي ايرن ديفيشنسي انيميا، انت قلت لنا نعمل منظار معده وقولون عشان اكسكلود مين؟ جي اي تي مالجنسي. زي مين يا ابني يعني؟ كانسر ستومك، كانسر كولون. برافو عليكم. الاجابه رقم 2 الا وهي مين؟ ابر اند لور جي اي اندوسكوبي. ابر اند لور جي اي اندوسكوبي، هل هستفيد حاجه لما اعمل نون كونتراست سي دي شيست؟ انا مش شاكك في اي حاجه في العيان. هل هستفيد من حاجه انه يروح جراحه؟ هيشتمك لو وديت العيان ده للجراحه، هيشتمك خد بالك. انا بقولك اهو. واخيرا هل هستفيد حاجه لما اعمله سايد فانكشن تيست؟ ما عندوش اي اعراض تقول ان هو عنده مشكله اصلا في الثايرويد عشان اعملها له. اذا الاجابه ابر اند لوور جي اي اندوسكوبي. افرض ان هو مش حاطط ابر اند لوور جي اي اندوسكوبي اصلا، هتلاقي حاجه اسمها فيكال اوكالت بلاد في الستول، اختارها. فيكال يعني جاي من البراز، اوكالت يعني خفي، بلاد يعني دم، انستول ده عين البراز بنشوف فيها دم خفي ولا لا. اعمل فيك الاوكلت بلاد في الستول، لو طلع بوزيتيف ات از مانداتوري انك تعمل ابر اند لوور جي اي اندوسكوبي، يعني تعمل جاست اسوفاجو جاستو ديدروسكوبي اللي هو منظار معده ال 12 يعني، وقولوني اللي هو كولونوسكوبي. والى هنا ايها الساده ينتهي الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه يا اولاد وتكونوا اتعلمتوا شويه معلومات كتير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.